كده من امتى؟ وانا عيل صغير. السلام عليكم عيانين. استاذ رضا عايز اشوف الملف بتاعي. حالك من حال المستعمره. كل الناس هنا ما تعرفش مين اهلها. افرض لك انت اهل. هتسافر ازاي؟ لا بتعرف تركب عربيه ولا بتعرف تركب قطر. انت نسيت ولا ايه؟ يلا نروح ندور على اهلك. هتمشي في الجنوب لحد ما توصل لهنا. النيل اهو. النيل من عليا. اسم الواد ايه؟ بابا. بابا. يلا بينا. على فين؟ على لوكاندا يا اخويا. ما تيلا. فر من المجزومه فرارك من الاسد. انت قلت ما بيعديش صح؟ ايه ده؟ عشان النبات ما تبصش عليك وما تخافش منه. مش هي جاي اشوف ابوه. خايف؟ احنا منبوذين. ملهاش علاج. بس ما ينفعش تستعر من نفسك. عشان عشت الملوك.